بخصوص الدعم، بالفعل سوف يتم إقرار الدفعة الثامنة من الدعم الذي سيوجه للمهنيين ديال النقل مع اعتماد كيف ما قلت في يعني في ندوات سابقة بأنه مبلغ الدعم يتم احتسابه حسب الأسعار التي لكي تباع بها المحروقات في بلادنا. فسوف يتم اعتماد يعني دفعة جديدة بالسعر الأول اللي كان في الدفعة الأولى.